اقتحم محتجون في تعز مبنى المحافظة بشارع جمال في خطوة وصفوها بالتصعيدية، واتهم المحتجون قيادة المحافظة بالتستر على الفاسدين وطالبوا بتغيير المحافظ بسبب تجاهل مطالبهم، كما طالبوا بسرعة تغيير مدراء المكاتب الإدارية ومحاسبة الفاسدين وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصحة في المدينة. ها هي اليوم احتجاج السلمية تدخل شهر الثاني في مطالبة برحيل الفاسدين وعدم استبدالهم فاسدا مقابل فاسد آخر. فحقا إن جميعنا مع معركة تحرير تعز، ولكن يبقى المطالبة برحيل الفاسدين هي أم المعارك. فسبع سنوات انعقاف من خلال السلطة المحلية وفاسديها ومسؤولوها، نجد أن 40 حرامي يقودهم علي بابا في تعز، فالكثير من المليارات تذهب في سدة وتعز بلا خدمات. اليوم وصلنا مطالبنا الشرعية للسلطة المحلية بطريقة سلمية، ونتمنى أن تلتفت لمطالب هذه الجماهير، ما لم فسيقول الشارع الثوري كلمته وسيقرفهم طوفان الثورة قريبا إن شاء الله. والله إحنا خرجنا لاقتلاع الفساد من هذه المحافظة، وقد توجهنا بحول الله سبحانه وتعالى إلى داخل المحافظة، وتمت مطالبنا ودخلنا المحافظة، ونطالب بإزالة رؤساء الفساد، ونطالبهم بجميع الرحيل من هذه المحافظة، ونقول لهم إن تعز محاصرة منذ سنوات ولا يعملون أي شيء من الذي يطلبه الشعب. ونحن اليوم خرجنا بالهبة الشعبية نطالب برحيلهم أجمعين، ولا نريد أي شخص فاسد في هذه المحافظة. في سياق متصل، نفذ عدد من موظفي مستشفى الأمومة والطفولة في تعز وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الدعم للمستشفى، وطالب المحتجون وزارة ومكتب الصحة بالمحافظة تقديم الدعم للمستشفى المهدد بالإغلاق خصوصا بعد توقف الدعم المقدم من المنظمات، واستنكروا تجاهل السلطة المحلية ومسؤولي القطاع الصحي لمطالبهم. يجب إنقاذ الطفولة في مدينة تعز. الخصخصة التي تتم في المستشفى حاليا غير مقبول. نحن نطالب بعودة الخدمات الصحية وعودة الدعم عبر المنظمات. نريد أيضا تحسين وضع الكادر. أغلب الكادر الموجودين في المستشفى هم متعاقدين، لا يتحصل الواحد منهم إلا على 20,000 ريال، لا تفي شيئا أمام متطلبات الحياة اليومية. مطالبة السويدي تم تشكيل لجنة من ممثلين الموظفين وإدارة المستشفى ومكتب الصحة للجلوس مع أطباء بلا حدود للعدول عن موقفها والعودة إلى طاولة العمل مع مستشفى السويدي، وأيضا التخاطب مع قيادة السلطة المحلية لتقوم بدورها. هناك لدينا في السلطة المحلية وكيلة لقطاع الصحة، يجب أن يقوموا الجميع بدورهم وأن يعملوا على سد الفجوات المتواجدة في القطاع الصحي.